عسلامة. الله يسلمك صحتك. لاباس؟ والله الحمد لله بخير وانت بيان. الحمد لله. اتمنى روحك. هو والد من الجزائر 25 سنة، نخدم في اوتيل رينيسونس في تلمسان وميدورون. وني جيت لتونس حوسنا شوية، فينا شوية امورات والحمد لله راهي احلى تونس وبرشا برشا تونس هايلة بعد. نحكيو اليوم على نسب المرتفعة للهجرة الغير نظامية، شنو رايك فيه؟ الحرقة. الحرقة خاصة للشباب المغاربي. ايه دوك الحرقة بروبليم كبير مع لا جوناس وتدهور الاحوال وكاع، كل واحد وكيفاش يخمم. شغل كي تغلق عليك الابواب سي بون، اختارت يكون كما يقولوا الموت خير من المعيشة. والله يا انا والله ما ننصحهم بالحرقه، المهم ان شاء الله جو الناس لازمهم يخدموا يسيو يسقموا لا سيتوياسيون تاع، باسكو الحرقه والله ما راهي حل. الحرقه طالمي شغل كيما يقولوا ولا تلقوا بانفسكم الى تهلوك، حاجه مش مليحه بعد، فيها برشا ريسك برشا مشاكل، تخلي العائله محتاره تخلي الوالده محتاره. ان شاء الله دوك جو الناس تاعنا يتسقموا ويبدلوا رايهم في الموضوع هذا تاع الحرقه، ان شاء الله ربي يفرجها كامل علينا وكاع على المغرب العربي الكبير، وكما نقولوا ربي يجيب ساعات الخير. اجابات الشباب عاده تكون انه ما فماش فرص عمل في بلادهم. اي سي فري، دوك تروح تخدم ديبوزي سي في وقاعد عندك ديبلوم وقاري، يجي واحد عنده العارف راح يدخل كيفاش هذه؟ دوك انت قارك مولا الدومان، يجي واحد خاطي الدومان. نعرف وناس قراو وكاع سي دي زانجينيور سي دي تكنيسيان، والله اكتويلمون 30 سنه هم قاعدين شادين الحيط. لا غالب هذه هي اوتوماتيكمون الواحد يكره. دوك الواحد في عمره 20 سنه 25 كون يبغي يخدم يبغي يشري يبغي يلبس، تغيضك عمرك ما كاش كاش خدمه ما كاش منين تجيب ما كاش منين دير، تبغي تفواياجي كيفاه؟ ها من بعد اوتوماتيكمون يكره يديزيسبيري ويروح يخمم في هذاك الصوالح، ومن بعد يدخلها طريقك العوجه تاع الادويه والله يسترنا. بالك عمرك 25 سنه وتخدم، ترى روحك محظوظ؟ الحمد لله ماشي غير محظوظ، الحمد لله وشكر لله اللي فرج عليا ربي بخدمه، وباش لقيت خدمه ثاني تشقيت واستنيت وتعبت وفت في بيريود واعرين تو، مي دوكا الحمد لله واحد وخدام بيان يحمد ربي وعلى النعمه وعلى الصحه والله يقوينا اكل. في روحك ضحيت برشا باش لقيت فرصه العمل هذه اللي تخدم فيها توا؟ نعم. في روحك ضحيت برشا باش لقيت فرصة العمل اللي انت توا قاعد تخدم فيها؟ بيان سور، قبل ما نلقى البلاصة اللي راني خدام فيها انا خدمت بزاف خدمة، خدمت مونديو خدمت ريسيفر خدمت ما كاش طراب عنده كاش حاجة ما خدمتهاش، خدمت في الصحراء في الجبال ما كاش بلاصة ما خدمتش فيها، مي الحمد لله كما يقولوا الصبر ينال، ان الله مع الصابرون. يشد فيها ربي ويصفي نيتو كاع، قد ما يطولها لك ربي جامين يحل لك ربي سبحانه حاجة بلا ما يعوضك باللي لي خير منها. صح تساكري في تشوفي بصح ما تقطعش الياس، فحمد ديما ربي. قيم وضعية الشباب بصفة عامة، يعني شباب المغاربي خلينا نقول كيفاش تراه؟ خدام مش خدام ما يحبش يخدم؟ لا لا ماجوريتي، لا ماجوريتي كلهم ماشي خدامين، ماشي خدامين ما يخدموش. لا غالب لا غالب ماشي هو اللي ما بغاهاش ولا راح يديبوزي سي في ما يبانش السي في تاعو، يحطو داخل تيروا تسقسي على الدوسي تاعك يقولك لا ما لحقش. ابري سي بون هكذا ولا اكثر، الله يجعل الخير الله يفرجها كاع عليهم، وان شاء الله لا جوناس تزهر لهم الايام ويفرحوا ويلقاو خدمتهم ايتو، وان شاء الله تفوت بخير. وي اذا ما فماش فرص العمل لازم الانسان يفرض روحه ولازم يلقى طريق باش ينجم يدبر به خدمه. لازم يفرض روحه يحوس يسي كيما نقولوا حنا ينافيكي من يبيع حبه حبه، شغل كيما يقولوا درجه درجه، لا بغيت تربح حبه حبه ماشي كلشي يجي بالساهل، حبه 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 طلع 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 هي ومن بعد ربي سبحانه يعاونك، قال لك ربي سبحانه انت تسبب وانا نعاونك، وان شاء الله الله جونا استوعنا كاع يخدموا وكاع يزهاو وكاع نخرجوا من المحنه. اللي يحبوا يحرقوا، ترى انه البعض معناها عندهم غايه محدده انه باش يخرج لبرا وجس باش يخدم خدمه مش في الحلال مخدرات حاجه؟ لا غالب هذوك سون ديزيسبيري، مانتونو
كي تغلق هذه كاع البيبان والنفسيه شغل ثاني سيدو نفسيه. انا النفس انا ضعاف انا عباد تتحتم عليك ما تلقاش واش تاكل، عندك عائله ما توكلهاش ولا داري اوتوماتيك ما تروح لهذوك الصوالح. هي ماشي مليحه من الله غالب، ماشي طريق اكل ميك قدر الله غالب. انه فما شكون لقاو رواحهم مجبورين يخدموا في الحاجه دي. اي والله هيك محتم عليهم باش يخدموا هذيك الخدمه من فوق قلبهم ماشي من قلبهم لا غالب، بس كي كنت تسقسيهم اكل تلقيهم قاع يخدموا في هذيك الخدمه فوق القلب لا غالب. اذا واحد جا حرق وهو ما عندوش تكوين ما عندوش دبلوم ما عنده حتى شيء، شنو الفايده من الهجره نتاعو؟ ما عنده حتى فايده، حتى فايده. مو هو شغل يدير في راسه، المهم يخرج وكيف كيف برك. هنا تتميزر اللي هي تتميزر، هي حلها واحد بصح ماهوش حل اكل هذه تاع الحرقه ما فيهاش. هذه عليك لو تجيك فرصه هكا نحرق. ولا ما عندي ولدي يا عندي خاوتي اخواتي يخافوا علي، عندي لا فامي تاعي ما نعطيكش نبكيهم ونخليهم. بون امبوسيبل جامي. وكان يزيد يعطوني دراهم، شوف جيبوا لي هكا بوطي معمر دراهم يقول لك هاك وحرق. لا ما نحرقش، قال لها نبكي ما نروح نبكي خواتاتي بابا شردوا بابا ثاني علاه. ما نروحش يكتب ربي نقعد في بلاب ولا يكتب ربي حاجه واحده اخرى انا نروح. شكون عرض عليك فرص هكا ورفض؟ حصرا كاين برشا فرص طاحوا لي بصح ما حبيتش والله ما حبيت. كان حبيت تمشي راك مشيت. ايه لو كان بغيت والله نروح ما نخلص دور. مي خلص دور خلص فراك. بلاش. بلاش كيما تقولوا انتوما، بلاش باطل بروموسيون. بصح الله غالب الواحد يخمم على الدار ويخمم زهر. لازم الواحد ما يشوفش بكا اليوم يشوف الغد ويخمم القدام. هاكا هو. ترى ان هي حكايه فارغه معناها. نعم؟ حكايه فارغه الحرقه. كيف زعما؟ تراها حكايه فارغه. باطله. باطله اللي تاع الحرقه وكاع انا صوم انتريس با. صوم انتريس با انا نخدم نجيب مصروفي نعيش دارنا نعيش روحي و نكتبها ربي يا مرحبا. خلي لي كلمه الختام. اودي نقول لكم الشعب التونسي الله يحفظكم وراكم مزهيين الحيه وتحيه كاع المغرب العربي وكاع الامه الاسلاميه وعنابه وتيزي وزو. وان شاء الله الملاقات في ساعات الخير وربي يفرجها علينا ان شاء الله. مرحبا بك. يحفظك صحيت اختي.